شنو اشتاقيتي له؟ 5 ملايين وين؟ اكو شيء اريد اتفق وياك عليه بالبدايه. عيني حبيبتي بدي اروح لك. اعطيني الفلوس وبعدين نحكي. يلا. هسه سمعك سولفي. هذا اخر مبلغ اقدر ادبر لكم اياه. واذا قاعد تسجل خد تسمع مرتك. على شنو اسجل يا عيني؟ عندي عليك ادله صوت وصوره. نحام بيش احلف لك اني مالي علاقه بكتله ديمه. انا لما اخذتها من ايمن لبنين هزمت من عندي وما عرفت عنها بعد اي شيء لحد ما لقوها الشرطه. سمعت بالخبر حالي حالكم. يا عيني يا قلبي انا مصدقك. صدقيني انا مصدقك. يعني انت شلون تقتلين هاي البنيه بيصير؟ سوالف مال المجرمين مو مالاتك. لا اقول لك مالي علاقه بكتلتها. هذا شغل الشرطه. انا مالي علاقه بهاي السوالف. الشرطه هي اللي راح تعرف البنيه كانت يمك قبل لا تموت لو بعد ما تموت. حط اللي تهدد بيه؟ هي حسب المالات. اكو مالات ماكو تهديد. ماكو مالات اكو تهديد. قولوا فعلا. لا اقول لك هذا اخر مبلغ اقدر ادبر لكم اياه.